نرمين وهلأ خلينا نروح جولة مع الحب مع الفن الراقي، وخلينا ننتقل من خلال مشروع تناغم يلي بنظمه كورال جاردينيا بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بريف دمشق في صحنايا. فكرة تأسيس كورال كبير بيجمع كل الأطياف في المجتمع عن طريق الغناء والموسيقى والأداء الجماعي. مؤخرا كان لهم حفل غنائي موسيقي بقيادة المايسترو غادة حرب في بستان مار الياس بمنطقة صحنايا بمناسبة يوم السلام العالمي. وبيسعدنا أكيد نرحب بصوت الأوبرالي والمايسترو غادة حرب. أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير، يسعد أهلا وسهلا فيك. صباحك. كمان صباح بدنا الخير. نقول أهلا وسهلا براما نصري، عازفة على البيانو ومدربة أساسية بمشروع تناغم. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. رح نبدأ معك مايسترو غادة. خلينا نحكي عن فكرة مشروع تناغم، الفكرة اللي حبيتوا توصلوها وكيف بلشت الفكرة معكم؟ نحن من بكورال جاردينيا نحن دائما بنضوي على اهدافنا الاساسيه، وبنضوي على افكار السلام ونشر المحبه ونشر التعاون بين العالم وبين الناس. فمن هون نحن بديت فكره انه نحن نخدم هذا الشيء مجتمعيا، يصير هذا الشيء موجود بالمجتمع. فقدمنا على مشروع اسمه مشروع تناغم بصحنايا. هذا المشروع هو مشروع غنائي للكورال، نعمل كورال بصحنايا، نضم فيه فئات المجتمع كافة للشبابية لحتى يقدروا يطلعوا الطاقات اللي جواتهم، ونقدر من خلال الغناء والموسيقى انه نعمل تشبيك بين فئات المجتمع، نعمل تماسك بيناتهم، تماسك مجتمعي، نعمل تناغم بين الفئات كافة. يعني ست غادة إطلالاتك الإعلامية قليلة شوي، ولكن أكيد نحن بنستنى دائما لقاءاتك لحتى نحكي أكثر. ولكن قبل ما أفوت بتفاصيل تناغم، خلينا نحكي عن جاردينيا، مشروعك يلي عرفتي عليه على الإخبارية السورية، كنتي من كم سنة نعم. انطلق، أثبتوا وجودكم كصبايا، جلتوا بالمحافظات، كان لكم بصمة كتير مهمة وحفلات بترفع الراس. خلينا نحكي شوي عن جاردينيا يلي من جاردينيا انطلق التناغم أيضا. بتشكرك. نحن بجاردينيا يعني بفترة قصيرة الحمد لله، يعني أنا بعتبرها قصيرة بالنسبة لعمر الفرقة، قدرنا نعمل برامج نحن نحبها، نحن نوصل فيها رسالة. نحن كان مشروع كورال جاردينيا هو مش بس مشروع غنائي فني، هو مشروع فكري كمان. يعني أنا من خلال جاردينيا قلت لك حبينا نظهر، نبعث رسائل حب، رسائل سلام، بالإضافة لأهم يعني شغلة كنا حابين نظهرها هي المرأة السورية، صحيح. قدرات المرأة السورية وعطاء المرأة السورية وجماليتها للمرأة السورية بكل شيء بتقدمه وبتعطيه. فنحن بلشنا بعدة برامج، يعني أنا ما رح أحكي عن برامجنا الكلاسيكية اللي هي مثلا ممكن تكون هي أداء لتطويرنا نحن، ولا تقديم فن جميل راقي موجود بالأخير بالعالم، بس نحن قدمناه بطريقتنا ككورال جاردينيا. بس أنا رح أحكي أكثر عن مشاريعنا الفكرية اللي أنا عم بحكي هلأ عنها. نحن أول شيء عملنا كان ما أحلى أن نعيش، برنامجنا الأول كان برعاية اليونيسف، عملنا قدمنا فيه أغاني إشارات الكرتون القديمة بالثمانينات، وهذا كتير كتير لقى رواج لأنه بفترتها كنا بال 2015 2016 يعني النفوس كلها تعبانة، بحاجة لنرجع نحس للأطفال بالعفوية بالإنسانية بالبراءة بالشي اللي كان نحن كلنا يجمعنا. يمكن خلال كانت تنعرض، نحن على وقتنا ما كان في 24 ساعة لا 24 ساعة، كان في ساعة أو ساعة ونص كانوا كل الأطفال يمكن مو بس سوريا، الوطن العربي يقعدوا قبالها التلفزيون بهدول هالوقت هذا. ف يعني في شيء يجمعنا اكثر من شيء مثلا يفرقنا، فكنا حابين نضوي على الفكره ولاقت كثير قبول بوقتها. مشروعنا نحن الثاني كان هو زغاريد سوريه، جمعنا كل ما يغنى بزفه العروس السوريه من تراث. هاي الحفله يمكن انا حضرتها شي مرتين ثلاث وانا حضرتها. ايه بتشرفونا، انبسطنا كثير بحضوركم. كمان هذا المشروع لاقى ايجابيه لان نحن كمان بفتره الحرب يعني صار في هجرة كتير، مثلا في ناس في ابتعاد عن مناطقه، الناس ابتعدت عن مناطقها. كمان بنفس الوقت صار في عولمة انه الدي جي صار والاغاني الحديثة صارت تاخذ محل الاغاني التراثية، فنحن حبينا نثبت اغانينا التراثية اللي هي يعني اساسنا وانتمائنا وشيء جميل جدا مع كلمات حلوة.
فأخذنا من كل المحافظات السورية شو بيتغنى للعروس، بالإضافة للأرمني والشركسي والكردي والسرياني اللي هن حقيقة بمحيطنا نحن السوري ومن تراثنا السوري صاروا يعتبروا. هذا كان مشروعنا كمان اشتغلنا عليه وعملنا فيه حفلة برعاية اليونسكو، منظمة اليونسكو ببيروت كمان، وكانت الحمد لله عملت أصداء كتير حلوة، وأخذنا عليها منحة من المورد الثقافي لحتى سجلناها بألبوم صار جاهز مين ما بيحب يعني يسمعه، موجودة على السناب شات وعلى الساوند كلاود. في عنا كمان هلأ نحن حاليا عم نشتغل على مشروع مهم كتير أنا برأيي، إنه هو نساء عشقنا الإله. الله. نساء عشقنا الإله، شو قوي العنوان. إيه لأنه كتير حلو الحقيقة. والأشعار اللي فيه نحن عملنا فترة بحث منيحة، يعني صلنا تقريبا شي سنة عم نعمل بحث بالصوفية، هو نساء متصوفات شاعرات كاتبين أشعار جدا جميلة فيها ألفاظ وكلمات رائعة، فقدمنا على هذا المشروع لأفاق صندوق الدعم العربي للفن والثقافة وتوافق عليه الحمد لله، ورح نسجله بألبوم قريبا. فهذا كتير كمان حلو هالمشروع، ومن ضمنه حتى جبنا أغنية فارسية لأنه بالكلمات حتى الفارسية رح نغنيها بس إلها معاني جميلة جدا، وساعدونا بالتلحين أشخاص كتير مثل الأستاذ عدنان فتح الله، لينا شماميان، كنان أدناوي، وأنا عاملة قطعتين، وصديقتي سفانة عاملة قطع. فإن شاء الله أنه قريبا بيطلع الألبوم إن شاء الله. يا رب. يعني مايسترو نحن حكينا كتير وتحمسنا لنشوف أكتر، رح نروح لمادة من حفلكم الأخير ونتابع سوا المادة التالية. يعني ليا كنا عم نشوف ونسمع مقاطع كانت كتير حلوة، كنا عم نحكي عن مع راما عن وجودك بتناغم أو حتى يمكن جاردينيا، قلتينا كنتي من البدايات، فنحكي عن دورك أكتر، قديش اليوم أنت هيك كأنثى سورية بيعني لك الوجود بهذا المكان بين باقة نساء سوريات أو حتى فتيات سوريات؟ هلا أكيد فكرة كورا جاردينيا كتير جذبتني من الأول من البداية، أول شيء لأنه مدام غادة ومدام صفانة هن نحن زملاء الشغل، كنا من الأصل بالمعهد سوا واشتغلنا كتير حفلات سوا، فكانت كتير حلوة فكرة أنه نطلع بمشروع سوا. تاني شيء أنه الأهداف تبع كورال جاردينيا كمان كتير شيء مهم، مثل ما تفضلت مدام غادة عن المرأة السورية عم نمثل دور شكل منيح للمرأة السورية، أنه فينا نعمل فينا نساوي فينا نقدم صورة حلوة لإلها. دوري بكورال جاردينيا، أنا عازفت البيانو بكورال جاردينيا من أول ما تأسس، بالبرامج الشرقي ما بيكون فيها آلة البيانو، فبيكون دوري كغناء، أنا بغني بسيكشن سوبرانو الثاني. نعم راما، خلينا كمان نغوص معك بتناغم، حضرتك مدربة أساسية بمشروع تناغم. أكيد. اليوم يمكن بظل الظروف يلي مرقت علينا وكتير في من الشباب والصبايا هن يمكن بيحبوا يعزفوا بيحبوا يقدموا شيء بس مو ملاقين حالهم، اليوم أنت كمدربة كيف بتحتضنيهم، كيف بتخليهم يحبوا العزف على آلة البيانو خلينا نقول، أو يدخلوا بمجال الميوزك بشكل عام؟ تمام، هلا هو كمان فكرة كورال تناغم أنه نجمع كل
جميع كافة فئات المجتمع خاصة بصحنايا، ففي عالم بيكونوا كتير موهوبين بس ما سنحت لهم الفرصة أو الظروف تبعهم ما كانت خارج إنه هن يقدروا ينموا مواهبهم. هدول العالم اللي نحن حنشتغل معهم أكيد أول فترة حنكون كتير متساهلين معهم إنه مشان نجذبهم أكثر للكورال ليحبوا أكثر. هلأ الكورال هن كلهم حيكونوا غنى أكيد، ما في عزف فيها. لا ما في عزف، لا لانه نحن قلنا تناغم جمع بين الموسيقى والغناء وهيك، فراح مخنا هي تناغم بين المجتمع، بين فئات المجتمع راح يكون تماما. اوكي مايسترو، كنا عم نحكي كمان عن موضوع الزي اللي دائما انتم بتحرصوا تكونوا فيه على المسرح او الستيج، دائما جاردينيا لهم بصمه خاصه، وانت يمكن في رساله دائما بتحبي توصليها من خلال بدنا نقول الشكل اللي بيكونوا موجودين عليه في الصبايا على الستيج، كنا نحكي عنه اكثر. نحن بحسب كل برنامج بيكون الازياء تبعنا تقريبا، طبعا حسب اذا في تمويل كافي او لا، بس مثلا بالكرتون حبينا هيك نختار اللباس اللي يتناسب مع اولا كان احنا كجاردينيا بنات ووزارة الجاردينيا يعني، ولباسنا هيك اللي لطيف يتشابه نوعا ما مع هذا الشيء، بس نحن استعملنا صار زينا تقريبا الرسمي هيك. بس مثلا بالشرقي بزفة العروس كان ما بيتناسب فبده لباس تراثي، هلا بالصوفي كمان له لباس ان شاء الله رح نعمله قريبا كمان لباس يعني يكون هيك من البساطة والصوفية يعني والهدوء اكثر بيحتاج. هلا نحن بس بدي احكي كنت عن فكرة عن تناغم كمان اذا ممكن. هلا هي اهم شيء يعني كلمة تناغم هي تناغمنا مع كل شيء حوالينا، يعني انا هلا انا اذا بقدر اعمل تناغم مع هاي الطبيعه انا بكون كسباني اكيد وبكون بحقق سعاده كبيره لإلي. اذا بقدر اعمل تناغم مع شخصيتي مع مثل ما انا يعني اني اقبل حالي مثل ما انا كثير بكون مرتاحه. اذا بقدر اعمل تناغم مع الاشخاص اللي حوالي هذا كثير بيهمني. فنحن اجت فكره التناغم كموسيقى، هي اسم تناغم هي كلمه موسيقيه، التناغم هو مثل الهارموني هو الانسجام هو كنحن فكرة مجتمع اللي نحن رح نستهدفه هو مثلا مجتمع صحنايا كمان فيه تناغم، لازم نعمل هذا التناغم مثل ما قلت لك انه صار في كثير سكان جداد بصحنايا لازم يصير هذا التناغم بيناتهم، فمن هون اجت فكرة كلمة تناغم يعني بهذا المشروع. ونحن استهدفنا يعني الفئة الشبابية خصيصا من صبايا وشباب من كل الفئات والطوائف والمجتمعات الموجودة بصحنايا لحتى يكون هذا الجيل أول شيء لأنه مرقت فترة الحرب عليهم هم هدول تحديداً، فما قدروا فعلاً يحققوا ذاتهم، ما قدروا يعني يحققوا مواهبهم كثير منهم يمكن غيروا مكان سكنهم أو حتى بسبب الظروف اللي كانت ما قدروا مثلاً والله في معهد موسيقى بعيد بس هم ما قدروا يروح ما قدروا يتابع دروسه، ما يعني في ظروف كانت صعبة مرت علينا فلنحقق له هذا الشيء اللي هو كان بحب يكون بجوز موجود فيه وما صح له. فمن هالباب نحن حبينا نقدم له هاي الفكرة. وتاني سبب انه اختيارنا للشباب لانه هم ركيزة المجتمع، يعني الشباب هم الطاقة تبع مجتمعنا، فاذا قدرنا نعمل قوة بهالطاقة نشحن هالطاقة لنقول من خلال الفن والنشاط والغناء اكيد بصير عطاؤه اكبر بكتير، بصير يحب يشتغل اكتر بكتير. فنحن هلأ بتناغم عاملين قبول، عملنا قبول لشباب وصبايا عملنا على 3 أيام على مدة 3 أيام، فكانت معاييرنا ما صعبة يعني بس إنه بده يغني بصوت حلو يأدي حلو، جربنا نعمل لهم فحص إيقاعي مع صوت، وطبعا يعني نحن خلال شغلنا كمان بيوضح أكتر، بس إنه كان في نسبة منيحة من الأشخاص اللي تقدموا أصواتهم حلوة حلوة، يعني كتير أنا سعيدة بوجودهم وإنه حتى هني حسسونا بقديش مهم هذا المشروع لما قالوا لنا انه نحن ناطرين كنا شيء يصير بصحنايا لانه بعيد الشام علينا، فكثير كان هذا الشيء ممتع لنا. وهلا نحن بنفس الوقت انا بحب كمان اني ادعي اللي حابين كلهم من مناطق صحنايا وما حواليها الاقراب يعني اذا ما صعب عليهم انه نحن عندنا الجمعه رح نبدا بتدريباتنا، خلصنا فحوص بس نحن جمعه وسبت واحد تدريباتنا دائما الساعه 5، هلا بجوز بالشتاء نقربها شوي بس بأول التدريبات هلأ رح نعمل كمان قبول بأول نص ساعة بالمكان اللي احنا آخدينه بقاعة التدريبات، هي في قاعة فوق كنيسة صحنايا فوق كنيسة مار الياس بصحنايا في صالة هيك جانبية، فبتمنى عليهم انه الساعة 5 المساء
جمعة وسبت وأحد بالساعة 5 يكونوا لحتى كمان نعمل لهم فحوصات ونشوف اللي حابب كمان لسه ينضم. نتمنى الانتشار بكل المناطق. يمكن قديش الناس بحاجة، خلينا ننتقل عن دراما، قديش الناس بحاجة لهذا التناغم اللي حكيت عنه ست غادة، قديش نحن اليوم بحاجة نفرح سوا، نكون سوا ونتعلم الموسيقى يلي هي غذاء الروح. تماما، هذا الشيء شفناه بحفل انطلاق المشروع تناغم، شفنا الجمهور كثير متفاعل، كثير حابين، حتى كان في كثير نسبه من الاطفال كثير يعني كثير متحمسين انه يحضروا هيك شيء، فاكيد يعني انه نوصل لصحنايا هذا شيء كثير منيح، لازم يتوسع كمان ان شاء الله. اكيد يا رب. راما، خلينا كمان نحكي عن التدريب يلي راح يكون، ذكرنا انه بلش التدريب، مين المدربين اللي راح يكونوا، شو التدريبات اللي راح يخضعوا الى الصبايا والشباب؟ هلا المدربات حيكونوا من كورال جاردينيا، البنات من كورال جاردينيا. التدريبات حتكون في عنا الشق الايقاعي، في عنا الشق الغنائي، في تدريبات على الصوت فوكاليز، في عدد من الاغاني او القطع اللي حيتدربوا عليها حيقدموها بالحفل بعد نهايه المشروع. في الشق الايقاعي كمان حياخذوا تمارين ايقاعيه تعلمهم الانتظام، تعلمهم كيف يحسوا بالايقاع حواليهم ان كان ضمن قطعه او ضمن حياتهم بشكل عام. نعم، يمكن ست غادة اي مشروع بنبلش فيه بنكون كلنا مندفعين، ان كان من مدربين وان كان من عالم صاحبين الهواة، ولكن الاستمراريه بالمشروع قديش مهمه، وشايفه قدامك هيك لبعدين بعد ما يخلص المشروع كيف رح يكون تناغم؟ هلا نحن حنضل محافظين على هذا ان شاء الله. نحن استمراريه المشروع هو نجاحه اساسا، يعني نحن لما قدمنا هلا على المشروع هو 4 شهور رح نشتغل مع هدول الاشخاص، بس نحن خلال غنائهم حتى يعني نحن رح نعلمهم الغناء ورح نعلمهم كمان الايقاع مثل ما تفضلت الان سيراما، بس بالاضافه لهذا الشيء كمان في مثل جلسات دعم نفسي نساعدهم كيف، عن جد في عندنا دكتوره اخصائيه كثير ظريفه، فرح نساعدهم كيف يكونوا أقوياء أشداء، يتعاملوا مع الحياة كيف يتعاملوا مع بعض، وبالإضافة لفيديوهات رح نحضرهم إياها تحفيزية لنقول وتذوقية، يعني رفع الذائقة الفنية وتحفيزية، تفرجيهم عن جد قديش ممكن الواحد يعمل موسيقى، من الموسيقى قديش ممكن يعمل. فنحن محضرين لهم أشياء كتير حلوة وبتمنى الكل يعني يجي يحضرها. نحن بعد 4 شهور رح يشاركوا بحفل كبير، رح يكونوا هني على المسرح ونحن جمهورهم، فهذا الشيء كتير ممتع، يعني الشيء اللي نحن قدمناه رح يقدموه هني، فنجاح هذا الحفل ونجاح هي التجربة وهني متعتهم بهذا الشيء، يعني بتكمل استمرارهم، لأنه نحن جبنا في حتى آلات، في آلات موسيقية معنا وآلات إيقاعية وأشياء هيك تستلزم أنه هني عن جد نحن حابين لهم يكملوا، فإن شاء الله نحن بعد ما يكمل هذا المشروع رح يكملوا هني، نساعدهم لأنه يكملوا هني هذا الكرة اللي أسسنا أنه يضل مستمر ومكمل، خلصنا منه رح نصير خلصنا من عنده إن شاء الله رح ننتقل لغير محل برعاية طبعا برنامج مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كان كتير ساعدونا وبريف دمشق يعني، وهني حبوا يعني انه كمان بريف دمشق هذا الشيء كثير مهم، لانه مثل ما قلت لك انه هني بالاخير فرصتهم اقل من الاهل المديني، فهدول بحق لهم نحن نروح لعندهم، يعني على راسنا بنروح لعندهم لانه هني بيستحقوا، هني حدا حابب بس مو طالع بايده، بجوز المسافه بعيده بجوز صحيح، ان شاء الله انه ينجح المشروع ويتكلل بالنجاح ان شاء الله يا رب. راما، كلمه اخيره بتحبي توجيها لكل كورال جاردينيا ولكل حدا صار معكم بتناغم وبده يصير معكم بالايام المقبله، شو بتحبي توجهي؟ بحب اتشكر كل كورال جاردينيا على رئاستهم مدام غاده حرب، مدام صفانة بقله، ولكل البنات فردا كلنا عم نشتغل وكلنا روح واحده، اكيد كورال تناغم ناطرين اللي حابب، اكيد مثل ما تفضلت مدام غادة اللي حابب اكيد نحن ناطرينه وحنشجعه وندعمه اكيد ان شاء الله يا رب. يعني لما نحكي عن تناغم عم نحكي عن استغلال لطاقات الشباب وتمكينها، عم نحكي عن مواهب جديده يمكن نكتشفها لمده 4 شهور، مثل ما قالت المايسترو ابواب يمكن القبول بعدها مفتوحه. بدنا نشكرك كثير مايسترو غادة حرب والان سيراما نصري، وانا بدي اتشكركم وبدي كمان اتشكر كورال جاردينيا مثل ما قالت فردا الصبايا، بتشكر مدام صفانة، وبدي اتشكر الصبايا لانه هن كمان عندهم دائما افكار، نحن مفتوحه دائما الافكار لحتى انه كل حدا عنده فكره جديده او شيء يشاركنا فيه، فنحن هذا التعاون بيناتنا نحن كعائله وحده جاردينيا
انا كثير بيسعدني وبفرحني، بتشكرهم وبتشكر كل المشتركين اللي اجوا وثقوا فينا وحبوا يكونوا موجودين معنا بمشروع تناغم. نحن بدنا نتشكر العطاء والاخت غاده حربي اللي يمكن بتعطي الطاقه الحلوه لبناتها لاخواتها ولمشروعها ومشروع تناغم كان ولا جاردينيا. شكرا لكم، شكرا مدام، شكرا كثير لكم، شكرا لكم.